السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا النهاردة على قناتكم، قناة دكتور يوتيوب. معاكم دكتور ياسر علي. النهاردة بنتقابل معاكم هنتكلم في فيديو جديد من الفيديوهات اللي احنا بنتكلم فيها عن الأمراض اللي احنا للأسف معرضين ليها بشكل كتير. وهنتكلم معاكم النهاردة عن مرض منتشر جدا في بعض المناطق الحارة، المناطق اللي فيها مصارف، المناطق اللي فيها برك مية كتير، وهو حاجة اسمها حمى الضنك او الدينج فيفر. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، نحب نفكركم ان اي حد لسه بيتفرج على الفيديو النهاردة وما عملش اشتراك في القناة، ينزل تحت يعمل سبسكرايب ويضغط على زر الاشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا الفيديوهات بتاعتنا اول باول ان شاء الله. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. اول حاجة لازم نبقى عارفين ايه هي حمى الضنك. حمى الضنك دي هي عبارة عن عدوى فيروسية بتتنقل للإنسان عن طريق البعوض أو الناموس. بتيجي البعوضة أو الناموسة وتقرص الإنسان وتبدأ تنقله هي العدوى دي. مرتبطة بالأساس زي ما لسه قايلين في الأماكن اللي فيها مصارف، اللي فيها برك مية كتير، اللي فيها مية في الشوارع بشكل كبير. فهنا هو البعوضة بتبدأ تاخد الفيروس ده وتبدأ تحقنه أو تصيب بالإنسان عن طريق اللدغ نفسه أو اللسع. بمجرد ما بتبدأ تلدغ الإنسان بتبدأ هنا تطلع الفيروس في الدم بتاع الإنسان. بمجرد ما الجسم بيبدأ يستقبل الفيروس بيبدأ الفيروس ينتشر بشكل كبير قوي. المشكلة الأساسية اللي بتبقى ظاهرة في حمى الضنك إن الفيروس بتاعها بيأثر بشكل جامد جدا على خلايا الدم، وده اللي احنا هنشوفه بعد كده. طيب هنيجي نتكلم دلوقتي عن الأعراض بتاعت حمى الضنك. حمى الضنك من أهم المشكلات اللي بتبقى موجودة عند المريض اللي عنده حمى الضنك هي الآلام الشديدة جدا اللي بتبقى موجودة في كل الجسم، خصوصا في منطقة أسفل الظهر. يجي دايما يشتكي قبل أي سخونية، قبل أي حاجة، يجي يشتكي بوجع جامد قوي في جسمه وظهره من تحت. عشان كده ساعات كتيرة قوي بيسموها حمى العظام المكسورة، من كتر الألم بتاعها ما بيبقى ألم جامد قوي في العظم، فبتتسمى بروكن بون فيفر. ده من شدة الألم، خصوصا زي ما احنا لسه قايلين الألم اللي موجود في أسفل الظهر. بعد ما بتبدأ الآلام الشديدة دي في الجسم يبدأ تظهر السخونة وتبدأ تظهر الحرارة والسخونية عند المريض. وعادة الفترة ما بين ظهور الآلام اللي بتبقى موجودة في الجسم وبداية ظهور السخونية عند المريض تقريبا بتبقى يوم يومين ثلاثة في الحدود دي. بعد كده بتبدأ باقي الأعراض واحدة واحدة. الأعراض عامة بتبقى إيه؟ بتبقى ارتفاع شديد في درجة الحرارة، بتبقى دوخة، خمول في الجسم، قيء، غثيان، وزي ما قلنا طبعا أول حاجة بتظهر هو الآلام الشديدة جدا اللي بتبقى موجودة في الجسم كله. طيب بتتشخص إزاي حمى الضنك؟ حمى الضنك زي ما قلنا إن هي عدوى فيروسية، ومشكلتها إن هي بتأثر بشكل جامد قوي على خلايا الدم. فنلاقي في مريض جاي، المريض ده بيشتكي من سخونية، بيشتكي من وجع في جسمه، الحرارة بتاعته ساعات بتبقى عالية قوي، تبقى 39 وساعات بتوصل ل40، وتيجي انت تفحصه كدكتور تبدأ تدور على اي سبب للسخونية دي، في الغالب مش بتلاقي حاجة واضحة قدامك. فبنبدأ اول حاجة نطلبها له، بنطلب له حاجة اسمها صورة دم كاملة. صورة الدم الكاملة هنا اهو في المريض اللي عنده العدوى الفيروسية بتاعت حمى الضنك بتبقى ظاهر فيها حاجة مهمة جدا، وهي ان في تكسير وفي نزول جامد جدا لكل الخلايا اللي موجودة بتاعة الدم. نلاقي خلايا الدم الحمراء نسبتها قليلة، خلايا الدم البيضاء طبعا بكل انواعها، الخلايا البكتيرية، الخلايا الفيروسية، كمان الصفائح الدموية، ودي مهمة جدا جدا عشان حاجة تانية احنا هنتكلم فيها بعدين. الصفائح الدموية بتبدأ تنزل مع المريض وخلايا الدم البيضاء تبدأ تنزل، على العكس من المفروض اللي احنا نلاقيه. يعني المفروض اللي احنا واحد عنده سخونيه وعنده عدوى جامده تبدا تعمل له انت تحليل صوره دم تلاقي المفروض خلايا الدم البيضاء مرتفعه معاه، لا هنا بتبقى نازله معاه. فزي ما قلنا هتلاقي كل خلايا الدم منخفضه، تمام. ممكن كمان تطلب له تحليل دم تاني لو انت شكيت في حمى الضنك، ممكن تطلب له تحليل دم تاني بيبقى عباره عن اول حاجه انزيم من انزيمات الكبد اسمه الـ ALT، ده برضه بيبقى مرتفع شوية. كمان ممكن تطلب له تحليل للفيروس مخصوص، وده يا إما بتدور على الأجسام المضادة بتاعة الفيروس، ودي عشان تتكون بتاخد لها تقريبا في حدود 3 أيام 5 أيام من بداية ظهور الأعراض عشان تبدأ تظهر بشكل كبير في الدم.
او ان انت تبدأ تدور على الفيروس نفسه في الدم، ودي بتبين لك برضو اذا كان الفيروس موجود ولا مش موجود عند المريض. طيب هل حمى الضنك ليها علاج؟ كعلاج واضح وصريح عشان تعالج الفيروس نفسه؟ لا، المفروض ان دي زيها زي اي عدوى فيروسية تانية الجسم بيقدر يسيطر عليها، بس بتطول شوية وتبقى في حدود من 7 لـ10 ايام وبتختفي ان شاء الله من غير ما تسبب مشاكل. انما ايه المهم جدا، ان دي اولا لازم عارفين ان كحمى فيروسية مش محتاجين اي مضادات حيوية عشان تتفاعل مع الفيروس، ده فيروس مش محتاج مضاد حيوي، تمام. الحاجة التانية ان المريض بيبقى محتاج سوائل كتير جدا جدا جدا، وده لان الفيروس بيدخل المريض في حالة من الجفاف الجامدة اللي احنا دايما بنقلق وبنخاف منها، دي اكتر حاجة بنخاف منها، ان المريض بيدخل في حالة جفاف فبيبقى محتاج ان هو ياخد سوائل كتير قوي. السوائل دي بتبقى عبارة عن محاليل، عن ان هو يشرب سوائل كتير في البيت حتى لو مية. المشكلة اللي بتقابلنا ان هو ساعات بيرجع، فساعات ممكن يحتاج حاجة توقف الترجيع معاه. كمان زي ما قلنا ان بيبقى فيه سخونية بنسبة كبيرة قوي فبياخد خافض للحرارة. يبقى العلاج بتاعه بيبقى عبارة عن سوائل، ودي الاساس، خافض للحرارة عشان تعالج الحرارة اللي عنده، وحاجة لو فيه ترجيع، لو فيه غثيان، لو فيه قيء بياخد حاجة كمان ليها. ده كده الحاجات اللي هو مهم جدا ان المريض حمى الضنك ان هو ياخدها عشان يقدر يعدي فترة الاسبوع او الـ10 ايام. طب ايه خافض الحرارة الامن اللي احنا نقدر نستخدمه؟ احسن خافض حرارة يعتبر امن في حالات حمى الضنك او الحمى الفيروسية بشكل عام هي مادة الباراسيتامول. مادة الباراسيتامول هي اكتر المواد الامنة اللي نقدر نستخدمها للمريض اللي عنده حمى الضنك او اي عدوى فيروسية، بالاضافة طبعا ان المريض ده بيبقى محتاج الراحة التامة بالفراش. طيب ما حمى الضنك هي بسيطة وبتعدي لوحدها؟ اقول لك اه، بس في مشكلة واحدة بس هي دي اللي احنا بنبقى قلقانين منها، وده اللي بيخلينا كل شوية من وقت للتاني نعيد تحليل صورة الدم ونشوف الخلايا بتاعت الدم اللي عمالة تنزل دي رايحة بينا لغاية فين. ان في بعض الحالات القليلة اللي ممكن تتحول فيها حمى الضنك العادية لحمى ضنك مصاحب ليها نزيف. هنا الاسم واضح بتاعها ان هي بيبقى معاها نزيف نتيجة انخفاض شديد جدا في عدد الصفائح الدموية اللي بتبقى موجودة عند المريض. المريض ده بيبقى معرض ان هو ينزف من اي منطقة في الجسم، ينزف بقى من مناخيره، ينزف من الاسنان، ينزف تحت الجلد، تلاقي دايما منتشر مع المرضى اللي عندهم حمى الضنك ان بيبقى فيه زي كده بقع بتبقى تحت الجلد، بقع حمراء بتبقى تحت الجلد شبه الحبوب بس ما بتبقاش عالية، بتبقى بس تحت الجلد، يعني لو مشيت ايدك على الجلد كده مش هتلاقيها بارزة او عالية زي الحبوب العادية، لا دي بتبقى كلها تحت الجلد، تمام. هنا في الحالة دي احنا بنقلق لان الصفائح الدموية دي هي المسؤولة عن ان هي توقف النزيف جوه الجسم، فلما بتقل قوي زي ما قلنا الجسم بيبدأ ينزف من اماكن تانية كتير، فهنا بيبقى مهم جدا ان المريض في الحالة دي يدخل مستشفى يحصل له تنويم او يتحجز يعني في المستشفى، وخلال الفترة دي بياخد محاليل زي ما قلنا، بياخد خوافر الحرارة، وبيتابع دايما الصفائح الدموية لان في مرحلة معينة المريض بقى ممكن يحتاج هنا نقل دم، نقل صفائح دموية على حسب الحالة بتاعته ان شاء الله. ده كده الملخص بتاع حمى الضنك. اتكلمنا عن ايه هي حمى الضنك، بتتنقل ازاي للانسان، كمان ايه هي اعراض حمى الضنك، وايه هو العلاج بتاعها وازاي بتتشخص، وايه هي المضاعفات اللي احنا بنخاف منها للمريض اللي عنده حمى الضنك. هل حمى الضنك معدية من انسان لا من انسان للتاني؟ لا، حمى الضنك مش معدية من انسان للتاني، الا لو اتنين في مكان واحد اتقرصوا بالناموس، او لو المنطقة اللي هم عايشين فيها فيها ناموس كتير، فهنا هتيجي لكذا حد موجود في نفس المكان. مش معنى كده ان هو واحد نقلها للتاني، لا، معنى كده ان الناموس قرص كذا واحد. ده كده كل اللي احنا المفروض نبقى عارفينه عن حمى الضنك. ربنا يحمينا كلنا ان شاء الله من اي ضرر ومن اي سوء ومن اي مرض ان شاء الله. نتمنى ان الفيديو بتاعنا يكون عجبكم النهاردة ان شاء الله، ونتمنى ان انتوا تنزلوا تحت وتعملوا لايك، واللي لسه ما عملش اشتراك في القناة يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم دايما الفيديوهات بتاعتنا اول باول بمجرد نزولها ان شاء الله. اشوفكم على خير دايما بإذن الله. كان معكم دكتور ياسر علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.